اختتمت فعاليات الملتقى العلمي المرأة البحرينية وعلوم المستقبل، والذي يأتي بالتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة وكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين كأحدى الأنشطة الرئيسية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية، والذي تم تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، حيث توافق المتحدثون على إطلاق الإطار العام للمبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في هذا المجال. جمع من المتخصصين في مختلف المجالات استقبلها الملتقى العلمي الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان المرأة البحرينية وعلوم المستقبل. بحثوا وناقشوا فكرة واقع المرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل والتحديات التي تواجهها المرأة في هذا القطاع وسبل تعزيز مشاركتها في تخصصات علوم المستقبل. كان النقاش على أكثر من صعيد، ماذا يعمل مجلس التنمية الاقتصادية لدعم مثل هذه السياسات، ماذا تعمل مؤسسات التعليم، وأيضا دور اليونيدو في هذه في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، ودور الثورة الصناعية الرابعة في دعم المرأة في مجال التعليم وعلوم المستقبل. احنا ما نشوف في فرق بين المرأة والرجل، المرأة شريك فعال في المجتمع، شريك فعال في كل الشركات. اليوم نشوف المرأة موجودة في كل التكنولوجيا، فيعني اليوم تلعب دور مماثل ومشابه لما يلعب له الرجل في مجال علوم المستقبل. جلسات تفاعلية سلطت الضوء على نماذج مؤثرة تقدمت في مجالات علوم المستقبل فتركت أثرها الإيجابية في المجتمع، حيث أكد المتحدثون على أن المرأة البحرينية أصبحت استثمارا جيدا لما تمتلكه من أفكار خلاقة. المرأة هي بتكون شريك أساسي في التنمية، ودائما المرأة هي تمثل حوالي 50% وأكثر من المجتمعات، وهي ممكن تلعب دور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وقطاع الإنتاج اللي هو قطاع الصناعة. فإنه إحنا لو وفرنا البيئة الملائمة للمرأة للولوج والدخول في مجال الصناعة والإنتاج، فهي هتلعب أيضا دور في عملية التمكين الاقتصادي والنمو الاقتصادي لأي بلد كان. حضور كثيف ولافت من قبل جمع من الأكاديميين والمهتمين خلصوا في نهاية الملتقى إلى إيجاد المزيد من الطرق المثلى للدفع بالمرأة البحرينية إلى الإبداع في مجال علوم المستقبل. وعلى الجانب الآخر توافق الحضور على إطلاق الإطار العام للمبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل. هذا الملتقى جاء ليؤكد على أن المرأة البحرينية تمتلك العلم والمعرفة والكفاءة والخبرة التي تؤهلها لقيادة عمليات التحول الرقمي لبناء اقتصاد معرفي متنوع وقوي يأخذ البحرين إلى مستويات عالية من التنافسية في مجالات الإبداع والابتكار. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.